الاخير على كل متابعينا في كل مكان. اهلا وسهلا بكم، معاكم احمد حلاوه ونشره اخبار نادي الاهلي. لو اول مره تتابعنا بقى ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اخبار النادي الاسماعيلي اول باول ان شاء الله. اول خبر وهو خبر عن مروان موسى مطرب الراب الشاب الجميل، طبعا غني عن التعريف، عامل حفله لتدعيم النادي الاسماعيلي يوم 23/9 بعد الموافقه الامنيه. واحنا عارفين ان مروان موسى قاعد مع مجلس اداره النادي الاسماعيلي واتفق على كل حاجه، بس عايزين نرجع الفضل لربنا ثم علي عليمو. علي عليمو شاب اسماعيلاوي جميل عاشق للنادي الاسماعيلي، من اكتر الناس اللي بتمتعنا بفيديوهاتها لتشجيع النادي الاسماعيلي واجوان النادي الاسماعيلي. فبعد الاسماعيلي ما كان في ازمه خلال الفتره اللي فاتت، طلع علي عليمو بفكره جميله جدا، فيها ايه ما نعمل حفله في استاد الاسماعيليه ونجيب مروان موسى مطرب عالمي راب عالمي، فيها ايه وهو ابن الاسماعيليه وبيحب النادي الاسماعيلي. ومن هنا بدات الفكره تواصل وتواجب على طول مروان موسى مع علي عليمو، وتم الاتفاق والتنسيق. كل الشكر لعلي عليمو ابن البلد الاصيل، ويا ريت يا ريت كل الناس الجميله اللي زي علي عليمو كده يطلعوا بالافكار للنادي الاسماعيلي، لان النادي الاسماعيلي غني وقوي باولاده وبجماهيره، مش قوي بحد تاني والله. طلع علينا المهندس يحيى الكومي النهارده وقال لك ايهاب جلال بيطلب مننا شروط تعجيزيه. نقف هنا عند الشروط التعجيزيه، واللي انا من وجهه نظري التي لا قيمه لها، انا شايفها ان اي مدرب محترم محترف هيقول كده. غير كده انت بتجيب مدرب ياكل عيش عشان يسمع كلامك ويلعب اللعيبه بتاعتك. ليه بقى؟ كابتن ايهاب جلال قال شروطه: اختيار اللاعبين الجدد ورحيل اللعيبه المتواجدين بناء عن قراراتي انا وموافقتي انا، مش موافقه اللجنه الفنيه ولا اللجنه المهلبيه ولا معرفش مين، لا موافقته هو، وده حقه لان هو المدير الفني هو اللي هيتسال. اتنين، عدم رحيل اي لاعب وصرف المستحقات الماليه كلها قبل فتره الاعلان، وده الصح. محدش يقول ان النادي الاسماعيلي في ازمه، النادي الاسماعيلي في ازمه، ما دول مجلس اداره النادي الاسماعيلي ايه؟ النهارده من دول مجلس اداره النادي الاسماعيلي بقى له سنه وعارف ان في قيد وعارف وفي، وهو اصلا ما كانش فاضي، كانوا عاملين يطلعوا في التلفزيونات. دي حقيقه، ده واقع. الحقيقه هتزعل، اللي عايز يزعل يزعل. النادي الاسماعيلي اهم من اي حد عندي، اللي عايز يزعل يزعل. انت بقالك سنه ما كنتش فاضي للنادي الاسماعيلي قد ما كنت انت فاضي للتلفزيونات، يعني كمجلس اداره النادي الاسماعيلي. ثلاثه، حل مشكله القيد، وده طبعا ده لازم. أربعة، في حالة عدم التزام مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بدفع مستحقات اللاعبين قبل فترة الإعداد، يحق للكابتن إيهاب جلال فسخ تعاقده. تمام؟ وطبعا المهندس يحيى الكومي رفض الكلام ده. ليه بقى؟ عشان الصفقات اللي جابها أحمد الشيخ اللي هو تبع المهندس يحيى الكومي وعلي والمحامي بتاعه، طبعا هما جابوا لاعبين أفارقة، فممكن إيهاب جلال يرفض، الكابتن إيهاب جلال يرفض اللاعبين دول. بقى الخبر الأخير، ويا رب يكون مدرب كويس ما يكونش مدرب سبوبه. الاسماعيلي يبعت دعوه للمدير الفني الفرنسي فرانك دواما للتوقيع تعاقد يوم الجمعه. فرانك دواما ده عنده 54 سنه. بدا التدريب في بلده في فرنسا، ثم راح لفاس المغربي، ثم طلع على غينيا الاستوائيه، واشتغل في الجزائر اللي ثلاث فرق، مديته وهران الجزائري، واشتغل لشبيبه القبائل، واهلي كن عريج، واخيرا مازيمبي. هو لعب في مصر قبل كده، لعب الاهلي ولعب بيراميدز ولعب من خلال البطولات الافريقيه. كل التمنيات للتوفيق للنادي الاسماعيلي. هنا حياتنا، كل الشكر لكل اللي تابعونا النهارده.